لتفضي بها في الجنة. قال سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس. وهؤلاء الذين غزونا بكلام لا قيمة له حين يقولون أن كبت هذه الشهوة خطر وأن كبت هذه الشهوة يضر، نقول لا، الإسلام إذا أغلق بابا من الحرام فتح قبالته 1000 باب من الحلال وأكثر. فلما أغلق الإسلام باب الربا فتح قبالته باب البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الله الربا صنف واحد مال بمال، وأحل قبالته أن تبيع كل شيء بما شئت وكيف شئت. سبحان الله العظيم. كذلك لما أغلق باب الزنا فتح باب الزواج والطلاق لكي تشبع وتشبع. فلذلك حين فتح الله جل جلاله باب الزواج لتعالج هذه الشهوة لا لكبتها، وإن كبتها، اسمحوا لي باستطرادة، إن كبت إنسان شهوة لله هل هذا يسبب عقدة نفسية؟ إخوتي اعرفوا مع من تتعاملون، إنه الله، الله الجليل الكريم الذي لا تتخطاه الآمال. فإذا رأى منك أنك تركت شيئا له هل يضيعك؟ سبحان الملك، كيف تفكرون؟ هؤلاء الغربيون الذين يتحدثون في مثل هذه المسائل، كما أقول دائما أنهم في التربية يبحرون إلى غير مرفأ، يعني هم يعملون إلى غير غاية، وإنما لسعادة وهمية يريدونها في أيام معدودة حالية. أما المسلم فله مرفأ يبحر إليه، إنني لي هدف آخر، الله والدار الآخرة. فلذلك إذا كبت شهوة اليوم لله فإنني أحفظها لينعمني الله بها عنده في الآخرة. ألم يقل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في أواني الذهب والفضة هي حلال لهم في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين دخل عليه فوجده قد خطط الحصير جنبه: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ حين قال له كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج. فلذلك هذه الشهوة أيها الإخوة الخطيرة التي استعلت في زماننا أيضا، يزهدك فيها أنها ليست بملذة بل هي عذاب. انظر إلى نساء الآخرة اللاتي وعدت بهن كأنهن الياقوت والمرجان. انظر تترك ماذا لماذا؟ ثم الأخيرة هفوة. شيخ لو تأذلي ندع الهفوة للفقرة التي تليها. لحظة، دنيا، غفلة، شهوة تؤدي إلى هفوة. الإشكال في هذه إنني سميتها هفوة أن الإنسان يعتبرها صغيرة وهي عند الله كبيرة. إذا أردت أن عظم ذنبك انظر في حق من أذنبت. طبعا الكلام في هذه المواضيع ربما يطول، بل الشيخ للتو بدأ الآن حديثه، مشكلتنا في الفواصل اليوم الكثيرة التي لابد أن نقطعها. الدكتور محمد راتب في نفس السياق: ما من شهوة أودعها الله إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. معنى ذلك ليس هناك حرمان، الشهوة سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. كصفيحة البنزين إن وضعت في المستودع المحكم وسالت في الأنبوب المحكم وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. فإذا صببت هذه الصفيحة على المركبة
أعطيتها شرارة أحرق المركبة ومن فيها، هي سلم نرقى بها إلى أعلى عليين ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين، إنها شهوة حيادية بل هي قوة محركة. الهرم اللي ذكرته كمثال دكتور، اللي عند أحفاد يحفظون كتاب الله، لي جار من كبار علماء القرآن تزيد سنه عن 100 عام ويعمل في النهار ساعات طويلة، مرة حدثني أنه عنده 38 حفيد، فلما خرجت من عنده تصورت رجل تزوج امرأة أنجب أولادا جلبوا له بالكنائن، وأنجب بنات جلبوا له بالأصهار، الصف الثاني بنات وأزواج وأولاد وزوجات، هذا الصف الثاني أنجب 38 حفيد معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. هذا الهرم الرائع المتفوق أصله بيولوجي، بيولوجيا علاقة جنسية، وفي أي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ هذه شهوة نرقى بها إلى أعلى عليين ونهوي بها إلى أسفل سافلين. وأنا أثني أيضا على كلام الشيخ حسين يعقوب أن ما من شهوة يتركها الإنسان لله عز وجل إلا يعوضه الله عز وجل خيرا منها. يكفي انشراح الصدر، يكفي طمأنينة القلب، يكفي السعادة الحقيقية. يعني إبراهيم بن أدهم رجل فقير في بغداد، طعامه في اليوم والليلة كله كسرة خبز، اليوم ثلاجاتنا كل ما لدى وطب، بوفيهات مطاعم كل شيء، يلبس الصوف ما عنده لقطعة واحدة، كان يلهو مع أصحابه وهو العابد الزاهد، يلهو مع أصحابه عند نهر دجلة فوضع الخبز اليابس في النهر علشان يلين ويأكله. شوف لأي درجة من الفقر والجوع ما عنده شيء من الدنيا. لا أريد أن نحصر الشهوة في شهوة النساء وشهوة الفرج، وإنما الشهوات كما عددها ربنا جل جلاله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالشهوة حتى أن هناك في زماننا شهوة هي الأخطر، وأنا أقول أن لكل زمان معبوداته، فتجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل، ثم لكل زمن من معبودات هذا الزمان الشهوة. هذه الشهوة قد تكون شهوة حظ النفس، أن يعبد الإنسان نفسه، الأنية الشاخصة، أن يعبد الإنسان ذاته، أن يخدم الإنسان نفسه، أن يرى فقط عبادة جسمه وشهرته ومكانته بين الناس. أنا ودي الشيخ أيضا يكمل في هذا الباب، لأنه هي فتنة هذه الأيام الشاب ودك اليوم. ودك يكمل ولا تتركه؟ ما عندي وقت أسوي شيخ، المخرج قاعد يقول لي لازم الفاصل، فاصل ونرجع لكم. أنا أعتذر أيضا عن إطالة الوقت. في بعض أهلا بكم من جديد. طبعا للأخوة الحضور الكرام ونحن الآن على الهواء، أذكر أن بعد الفقرة هذه الأخيرة سوف يكون هناك سحب على الجوائز وبالأرقام التذاكر الموجودة عندكم، والجائزة الأولى هي ليلة في فندق الراعي لهذا المهرجان الديني، فندق ريجنسي الذي راعى البرامج الدينية في هذه الليالي. فندق ريجنسي مخصص الجائزة الأولى الليلة، إقامة مجانية في الفندق، الفندق الآن بعد التجديد من أروع الفنادق صار، ليلة مجانية لشخصين، يعني اللي حصل على الجائزة إذا امرأة مع زوجها، وإذا رجل مع زوجته، وإذا واحد مو متزوج مع أمه أو يعطي حق أمه أبوه، أمه يعطي مع أمه، يطلع مع أمه، الشيخين يطلبون أنه يطلع مع أمه، أمه راح تقول وليدي قعدت معه في البيت خلي يطلع مع أبوك أحسن لنا عمرنا ما طلعنا. شيخ محمد حسين يعقوب، عشان ما تزعل علي بعد الليلة، شيخنا كمل حديثك اللي كنت بدأت فيه وشديتنا فيه، تفضل. بس شيخ هذه آخر فقرة وراح يكون نصها بينك وبين الدكتور محمد راتب. أنا كنت بتكلم في إيه؟ دخلت في الشهوات وبالهفوة شيخ، آخر شيء كنت تتكلم. الهفوة إخوتي، إن أخطر شيء في هذه المعاصي أن تستصغرها وتحتقرها. إخوتي الوقت ضيق جدا، وأنا يعني الحمد لله.